لا زالت هذه الصفقة التي تتكلم عليها أخي أحمد لا زالت ليست على الميدان بشكل صحيح ودقيق. لا زالت الميليشيات الإيرانية هي التي تتموضع في كثير من الأماكن وتسيطر على كثير من المناطق المهمة التي تؤمن الأمن والسلام إلى الوضع داخل سوريا. نحن نعلم نعم وجود قطاعات للجيش السوري العربي، ولكن في أماكن محددة ومعينة، والأساس في كثير الانتشار في المناطق ومدن سوريا الأخرى هو عبر الميليشيات الإيرانية وعبر القوات والدعم العسكري الروسي وكذلك أيضا الإيراني. الإيراني يتمثل كما قلت بأدواته ووكلائه من الميليشيات ومن الأحزاب التي ترتبط به، وهو معروف الميليشيات العراقية والميليشيات فاطميون وزينبيون وكذلك حزب الله. هذه من القواعد الرئيسية في والثوابت في المشهد السوري. أنا هنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه أبعاد هذه الضربة هي دليل على أنه لا زال هناك المواجهة ستستمر. المواجهة ماذا؟ إيران تلعب لحد الآن ضمن منطقة تسمى في العلم السياسي المنطقة الرمادية. إيران لا تريد المواجهة كاملة ولا تريد الحرب كاملة، ولكنها تريد إثبات وجودها، إثبات وجودها كدولة إقليمية وذات نفوذ. تسعى بزيادة عملية المواجهة مع المجتمع الدولي عبر موضوع البرنامج النووي. هي تعلم حقيقة أن وجودها الآن داخل الأراضي السورية أو في منطقة عربية أخرى هي داعم لها في موضوع المفاوضات القادمة. هي لحد الآن لم تستقر إلى رأي صحيح بعد الحكومة الجديدة لإبراهيم رئيسي. لا يوجد لحد الآن مفهوم بكيفية بدء المفاوضات. لماذا؟ الإيرانيون يسعون من خلال هذه العمليات. لو رأينا اليوم ماذا حدث بعد عملية الضربة التي حدثت داخل الأراضي السورية، كانت المواجهة في خليج عدن وقبلها في مضيق هرمز للناقلات النفط الإيرانية، وكيف تمكنت يعني اليوم البحرية الإيرانية أن تسيطر عبر البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وتسحب هذه الناقلة الحاملة النفط وتأتي بها إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية. هذه مواجهات وأمريكا تعلم بها، ولذلك اليوم عندما نرى أن التصريحات التي وردت بعد هاتين الحادثتين التي حدثت في فجر هذا اليوم وفي منتصف هذا اليوم نراها أنها جزء من المماحكات، ولكن ضمن إيش؟ ضمن منطقة رمادية. عدم وجود مواجهة عسكرية مباشرة، عدم وجود حرب كونية، عدم وجود نية للولايات المتحدة أن تضرب. لماذا؟ لأنه كما قلت هناك أيضا الصين تريد، اللي هي تعتبر حليف رئيسي الآن إلى النظام الإيراني وتدعم وجوده وتدعم سياسته في المنطقة. إيران كما قلنا روسيا بحاجة إلى تهدئة في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على مصالحها في المنطقة وتحديدا داخل سوريا، فكذلك الصين تريد إثبات وجودها أيضا بتوفير الطاقة لها. إذا حصلت أي مواجهة أمريكية أو مواجهة مع الكيان الصهيوني والنظام الإيراني، ماذا سيحدث؟ سترتهل هذه المنطقة.